ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية في ظل ازدياد الإصابات بفيروس كورونا، أعلنت السعودية تعليق الأنشطة الترفيهية وإغلاق دور السينما ووقف تقديم الخدمات داخل المطاعم والمقاهي، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتجديد. وحسب بيان وزارة الداخلية، في أن الإجراءات تأتي مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة، والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، وضرورة اتخاذ إجراءات وقائية. وقررت الوزارة أيضا إيقاف المناسبات والحفلات، وبينها حفلات الزواج واجتماعات الشركات، وذلك لمدة 30 يوما. وسجلت السعودية نحو 369,000 إصابة بفيروس كورونا، ونحو 6,400 حالة وفاة، وهي أعلى نسبة بين دول الخليج. وتراجعت أعداد الإصابات اليومية إلى أقل من 100 في أوائل يناير من نحو 5,000 في يونيو، قبل أن تتضاعف في الأيام الأخيرة وتصل إلى أكثر من 300. وفي قرار سابق منعت السعودية مؤقتاً دخول الوافدين من 20 دولة تتراوح بين بلدان مجاورة وبعيدة وصولاً إلى الولايات المتحدة، وشمل التدبير الوافدين من الإمارات ومصر ولبنان وتركيا. وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة حذر من احتمال فرض قيود جديدة لاحتواء فيروس كورونا في ظل ارتفاع عدد الإصابات.